الآن ظهر من يدعو إلى قامة الدولة اللي هم التكفيريون الخوارج، ما يسمى بداعش. اجتمع عليهم الشرق والغرب الآن لضربه. غرد الدكتور عجيب بن جاسم النشمي الأخواني، فقال الاتحاد ضد داعش رسالة مبطنة لمن يفكر، شوف يفكر في إقامة دولة فيها رائحة الإسلام. فأمريكا لا تعجزها داعش، والاتحاد ربما يتحول إلى حماس. ما معنى لمن يفكر إقامة دولة فيها رائحة الإسلام؟ ما معنى؟ قيل للشيخ بن باز رحمة الله عليه في مناقشة بعض الحركيين لإقامة الدولة، قال الشيخ بن باز: الدولة قائمة، الدولة قائمة. الدكتور عجيب يقول لي فكر يقيم دولة فيها رائحة الإسلام، هذه إشارة أنك إن فكرت تقيم دولة الإسلام سيأتيك الشرق والغرب ويتعاون عليك ويتحد عليك كما سيفعلون بداعش. يعني لماذا أليس في دولة فيها الإسلام؟ أليس في دول فيها الإسلام ليست رائحة فحسب، بل دول قائمة فيها إسلام، نحن مسلمون. مثل ما يذكر في هذه الأيام في صالة الأفراح، صلى واحد تكفيري مشهور وصلى فيه إمام في صالة الأفراح، فمن عدم أن تنصاد تكلم كعادته وقال كذا دولة كافرة، فقام لواحد شاب كان إيش دولة كان؟ أنتم صلوا العشاء، أليست هذه صلاة العشاء إسلام؟ ما معنى الدولة؟ هل الدولة لازم تصير أنت الحاكم؟ يعني هذا الآن المساجد الناس تصلي وتصوم ويتستر من يتستر ويلتحي من يلتحي ويحجون ويعتمرون، هذا ليس إسلام. هل الدولة العثمانية اللي يتباكون عليها وسقطت كانت تطبق الإسلام؟ كانت تطبق الإسلام؟ خلافة، هل كان لها عناية بالتوحيد اللي هو أصل الإسلام؟ ما بنيت القبور ولا عمرت المزارات ولا أقيمت الموالد في مصر والشام والعراق وتركيا تحت يد الدولة العثمانية ومحروسة إلا في زمن إيش؟ ما يسمى بالخلافة. الآن مثلا السعودية أقرب بكثير إلى الإسلام الذي أنزله الله عز وجل من الدولة العثمانية. لو نظرت إلى صور موجودة الآن محفوظة إلى حال البقيع قبل الدولة السعودية تجد العجب العجاب، تقول هذه كأنها تصوير لمنطقة سكنية فيها عمارات من بعيد هكذا، شيء عالي شيء واطي شيء كذا شيء كذا، هذه وزيلت كلها عن بكرة أبيها وجعلت قاعة صفصف، ما توجد مزارات، ما توجد عبادات أولياء، المناهج بالتوحيد من الأولى ابتدائي إلى رسائل ماجستير ودكتوراه بالتوحيد. الإسلام فيها أحسن من الإسلام في دولة الخلافة العثمانية. لماذا لا تعبدون هذه الإسلام؟ قال لي قائل أنا الذي أحدثكم وهو من الإخوان المسلمين أيام صدام وحافظ الأسد والقذافي، اسمعوا معي، قال حكام العراق وحكام الأردن حكام مصر حكام سوريا حكام ليبيا حكام تونس وحكام السعودية سواء والسعودية أكفر. قلت له عيد مرة ثانية. قال حكام العراق صدام وسوريا الأسد ومصر حسني مبارك وليبيا قذافي وتونس بن علي والسعودية سواء والسعودية أكفر. هذا واحد يعني أقل شيء 30 سنة مع إخوان المسلمين أو أكثر، أحسبوها من 82 كم صار له، يقول لي هذا الكلام، يقول له إيش هذا؟ واحد آخر كان من الجماعات هذه ناقشها مع نفسه عن حكومة الكويت وكفار ومكفار تكفيره، طيب السعودية كالسعودية أكفر أكفر، مش قصدهم الإسلام هؤلاء.
قصدهم إزاحة هذا صاحب الكرسي من كرسيه حتى هم إيش يستولوا على الكرسي. والأعراض الخروج لا حد لها عدة. تريد الإسلام؟ كان فعلا قلبا وقالبا تدعو الإسلام. ما هو الإسلام؟ لو أتينا بأصغر طالب قلنا أقول الإسلام على كم؟ سيقول على كم؟ على خمس. ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الإسلام. في دين غير هذا؟ في إسلام غير هذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب ما هو الإسلام؟ الإسلام مبانيه أركانه دعائمه خمس. أولها وأعظمها وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.